بسم الله الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده الحد الرابع من شهر مصر، اخر حد في شهر مصر، وممكن يكون طبعا السنه دي مش هو الحد الاخير في الشهر او في السنه القبطيه، في حد تاني. فمع نهايه السنه يبتدي القراءات بتاعت الإنجيل في القداس تتجه ناحية نهاية الأزمنة بحسب الفصل اللي تقرأ علينا. أنا عارف إن الفصل ده الناس لما بتقرأه بتنزعج، إنه بيتكلم عن حروب وأخبار حروب وزلازل وضيق لم يكن مثله، ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد. هل المسيح قاله علشان نخاف؟ يعني هل ده قال كده علشان نخاف؟ يعني كل حد بيقول حاجة بيبقى هدفه يوصل رسالة معينة. فبقول كل واحد بيقول حاجة بيبقى هدفه يوصل رسالة معينة. فهل ديت هل دي الرسالة اللي المسيح كان عايز يوصلها من الكلام اللي قاله؟ احنا مفروض ندور على الرسالة ديت، لانه لألا هو يقول الكلام لغرض واحنا ناخد حاجة تانية. تخيلوا ان انا حد مثلا بيقول لي كلمة بغرض معين، فاللي يتلقاها او انا بقول لحد كلمة بغرض معين هو ياخدها ويفهمها حاجة تانية ويطلع بنتيجة تانية خالص، طبعا يعني يبقى الرسالة راحت. هل المسيح فكرته انه كان عايزنا نخاف؟ يعني هل ده رد الفعل؟ الانجيل دي كده كلمة هتظل زي ما قال المسيح؟ فبقول هل المسيح كان هدفه كده؟ اكيد لا. طيب ايه الهدف؟ تهيالي الرساله من خارج الكلام دوت هي ختام الكلام. زي بقول اذا كان الكلام كلامي السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول، فيبقى اذا الكلام ده صدق وفيه وراه رساله ربنا عايز يوصلها لنا. ايه الرساله؟ اتخيل انه رساله من ورا الكلام حكايه انظروا اسهروا وصلوا، هي ديت انظروا واسهروا وصلوا. هو ده المطلوب مننا، ان احنا مش ناخد الكلام ده ونخاف، لكن نثق انه في وسط الضيقات فربنا بيعلن عن ذاته بكل قوة. هي اذا كنا عايزين ناخد تطبيق للكلام ده نشوف ازاي الكنيسة انتشرت. ازاي الكنيسة انتشرت؟ يعني في تطبيق على الكلام ده مباشر في الإبراكسيس. قرأت الإبراكسيس بتاعت النهاردة من إصحاح 11، والآية دي تتكررت مرتين، مرة في الإصحاح 11 ومرة قبلها يمكن في الإصحاح التاسع أو الثامن، الثامن في أول الثامن بعد قصة استفانوس. فقال إيه؟ أما الذين تشتتوا من الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فأتوا إلى فينيقية وقبرص وانطاكية، هم لا يكلمون أحدا إلا اليهود فقط، وكان منهم قوم قبرصيون وقيران. هؤلاء الذين لما دخلوا كانوا يتكلمون مع اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. يعني ايه اللي حصل؟ حصل اضطهاد على المسيحيين في اورشليم لدرجه انهم اضطروا يسيبوا المكان. يعملوا ايه؟ المفروض لو حد بسبب الاضطهاد اللي وقع عليه بسبب الايمان بالمسيح المفروض يعمل ايه؟ يقفل بقه خالص، مش كده؟ متكلمش. طب هم يعملوا ايه؟ لا، يطلعوا ويبشروا. برضو البولس النهارده بولس بيتكلم عن خدمته،
وبيتكلم عن المخدومين بتوعه في تسالونيكي، بيكلمهم بيقول ان انتم مجدنا وفخرنا، ان احنا نعيش اذا انتم اذا ثبتتم في الايمان، حياتنا مرتبطه بده. انا بص على المستوى ده اقول طب احنا فين من دوت، وليه احنا مش كده؟ المسيحيه انتشرت لانه كان في ناس يحملوا المسيح كنار اكله في داخلهم، وكانوا يروحوا حياتهم انهم يكرزوا بيه، ده قيمه حياتهم. يعني ببص انه احنا احيان كتير قيمه حياتنا ايه، ازاي نشتغل، ازاي نربي ولادنا، ازاي نجهز لهم كده، ده اللي شغلنا. المسيحيين الاوائل اكيد كانوا مشغولين بحاجات من دي، يعني اعتقد انه يبقى تصوير غير واقعي لو قلنا ان هم يعني كانوا عايشين في السماء السبعه، ما اقدرش اقول كده، ما اعتقدش يعني. لكن كان في رساله تشغلهم، كان في رساله. الايمانهم بالمسيح ما كانش مجرد ايمان اتولدوا فيه وخلاص. اش بقول انه يا ريتنا ما اتولدنا في الايمان، ده احنا نعم عظيمه، بس عايز اقول نبص على الامثله دي ونقول طب احنا ليه مش كده، طب احنا ليه مش بنعيش بالمستوى دوت. يعني نرجع ونقول نبص على واحد زي بولس الرسول، خلينا نسال نفسنا النهارده، نتكلم عن احنا مسافرين مثلا، حد مسافر، يعني ايه مسافر؟ هيسافر بايه؟ بنسافر بايه؟ طياره مش كده؟ طياره يعني نروح المطار ناخد حاجه توصلنا مش كده، نركب الطياره وننزل في مشوار يبقى يعني مئات وقد يكون الاف الاميال، وننزل ونلاقي حاجه مستنيانا ونروح ونقول تعبنا مش كده. او ممكن نسافر بالعربيه، يعني ايه؟ يعني ناخد عربيه كويسه مفروض غالبا مش يعني نكون مطمنين انها ما بتعطلش، في ريست ارياز في كل حته، فندخل نشرب وناكل، ولو تعبنا قوي نروح داخلين حته وننام. ده السفر عندنا. يعني لما اقرا بولس سافر في اسفار، في اتعاب، في اسفار دي يعني احنا النهارده في القرن 21 في امريكا، يا عربيه يا طياره، ده كلمه سفر عندي مش كده؟ ما انا ما اعرفش سفر غير كده. لكن السفر عند بولس ايه؟ السفر عند بولس اختار اتعاب. يقولوا الشخص في الطريق العادي يمشي من 17 ل 23 ميل في اليوم، لو في طريق صخري او مش ممهد او في هيلز مطالع كتير يمشي من يمكن 7 ميل او اكتر شوي. عشان تتخيلوا يعني ايه بولس لف اسيا مثلا، يعني ايه بولس راح اوروبا ولفها. احنا بنقرا الكلام ده ونقول بولس عمل 3 رحلات، ورحله لروما، وبعد كده طلع من السجن راح اسبانيا. يا سلام، بسيطه خالص، اصله كان عامل يعني فريكوينت فلاير على امريكان ايرلاينز. لا الموضوع كان تصعب، ده كل ده علشان يوصل يبتدي يبشر ويبتدي يواجه المقاومه والاضطهاد، ده كل ده بس عشان يوصل. انا عايز اقول دي المسيحيه اللي وصلت لنا، دي المسيحيه اللي وصلت لنا. يعني انا مش صدقوني من كلامي، ما اقصدش بيه تبكيت لحد، قد ما بقول لنفسي طب ليه، طب ونعمل ايه، نبتدي ازاي. اعتقد انه ببساطه يعني اذا يا ريتنا نكرز، يا ريتنا نبشر، يا ريتنا نتكلم بالمسيح، ويبقى دوت زي ما بقول نار جوانا مشتعل، ان احنا نفسنا كل واحد يعرف المسيح اللي احنا اللي خلصنا، المسيح اللي فدانا، المسيح اللي مات من اجلنا، المسيح اللي احنا كل يوم بيدينا جسده ودمه على المذبح، عطيه عظيمه جدا. طيب اذا ما عملناش دوت او مش عارفين نعمله او نعمل ايه، البدايه ان احنا نكون مقدسين، نكون مقدسين لربنا، ونعرف انه حياتنا مش ممكن ابدا انها تساوي شغلانة بنشتغلها، فلوس بنجيبها، عيال بنربيهم، وفسحة بنروحها وبس. إذا ما كنتش حاسس أن أنا حياتي هدفها فعلا هي السماء والحياة الأبدية، المسألة دي لازم تكون واضحة جدا قدام عينينا. نرجع تاني إزاي المسيحية انتشرت في القرون الأولى، عجيبة جدا، من غير لسيف ولا حروب ولا ملوك تدعمها. ده يمكن
بداية ما ابتدت دولة تدعم الإيمان المسيحي كان في القرن الرابع مع المنشور ميلان بتاع الملك قسطنطين 313 ميلادي. ويمكن الحقيقة من بعدها ابتدت شوية وابتدت يحصل انقسامات في الكنيسة، من 451 ابتدت الانقسامات. لكن قبلها كانت ناس تقبل الإيمان وتكرز وحياتها تتغير. بيقولوا انه في سجن في اسرائيل، في سجن في اسرائيل بيعملينه اللي هو يعني زي اللي بيسموه شديد الحراسه، يعني اكتر سجن فيه حراسه، يعني الناس الخطرين جدا هم اللي بيحطوهم في السجن ده، لان السجن اتملى. ف ابتدوا قالوا لازم نوسع، ففي نفس المنطقة بتاعت السجن ابتدوا يحفروا. الكلام ده حاجة قريبة قوي وموجود على الانترنت يعني. فابتدوا يحفروا ويقول لك في إسرائيل انه لما يلاقوا اي، لما حد بيبني اي حتة حاجة في اي حتة ويلاقوا اي حفريات في الارض، اي اثار يعني في الارض، لازم يوقفوا في ساعتها، وإلا الشخص يتسجن على طول. فلقوا في المكان بتاع السجن دوت، لقوا موزايك، لوحة ترابيزة موزايك، ومكتوب عليها باليوناني تذكار لواحدة ست يونانية اسمها أعتقد أيكيبتوس أو حاجة زي كده. وبيقول هذه تيبل، هي طبعا مسبح، ترابيزة، هي مسبح لله، للإله يسوع المسيح. الكلام ده من القرن الأول الميلادي، الكلام ده القرن الأول. اللي عايز ممكن أديكم الويب سايت اللي يحب يشوف الاكتشاف دوت، من القرن الأول الميلادي. من القرن الأول الميلادي ناس أمنت بالمسيح، والمسيحية ديانة مضطهدة، ديانة بتقاوم من الدولة الرومانية اللي كانت بتحكم العالم، وناس تقبل الإيمان، وناس تتعمل كنائس في البيوت زي ما نشوف حتى في الأديورة في مصر، تلاقوا سراديب عشان لما يحصل هجوم على الدير يقدروا يهربوا بالذبيحة، ومش شغالين مش خايفين على نفسهم قد ما خايفين على الذبيحة. أنا عايز أقول ده الإيمان بتاعنا. طب إحنا ليه ما نبقاش كده؟ ليه الغيرة ما تاكلناش؟ ليه ما نقولش إن إحنا نفسنا مع نهاية السنة والكنيسة بتفكرنا ان احنا حياتنا على الارض ليها نهاية، وانها مش مؤبدة على الارض ولكن ابدية في السماء. لما نفتكر دوت، ليه ما نقولش ان احنا نفسنا نعيش بجد لربنا، نعيش مقدسين بالكامل. مقدسين دي يعني اول حاجة واول هدف لينا هي ابديتنا. هدفنا من ناحية ولادنا ان احنا نشوفهم في السماء، هو ده الكبير، الهدف الكبير، هو ده الهدف الكبير. هدفنا ان احنا بنصلي لاجل ان العالم كله يعرف المسيح، والناس البعيده تقرب ليه. يبقى دي صلواتنا، اسهروا وصلوا، انظروا اسهروا وصلوا، انظروا اسهروا وصلوا. ختام الجزء بتاع البولس النهارده، بولس بعد ما عبر لهم عن لاهل تسالونيكي، طبعا رساله تسالونيكي الرساله اللي بتتكلم عن المجيء الثاني، تسالونيكي الاولى والثانيه الاثنين بيتكلموا عن المجيء الثاني. فبولس بيعبر لأهل تسالونيكي عن محبته ليهم، وإنهم زي ما قلت لكم إزاي هم أنتوا إكليل مجدنا وافتخارنا، وإن إحنا نعيش إذا أنتم ثبتتم في الإيمان. فيختم كلام بعد ما يقول لهم الكلام ده، ويقول لهم لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. وبعدين يقول إيه؟ يقول والله نفسه أبونا أبو ربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، عايز يروحوا، والرب ينميكم أنتم ويزدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع، كما نحن أيضا لكم. الطلبات، أنا هختم بالكلام دوت، إيه الطلبات اللي بولس الرسول يقولها لأهل تسالونيكي؟ يقول لهم كام حاجة كده يدعي لهم، يصلي لهم بإيه؟ إنه ربنا ينميهم ويزدهم في المحبة بعضهم لبعض وللجميع زي ما هو بيحبهم. طلبت بولس الرسول إيه؟ إنهم ينميكم ويزيدكم في المحبة. ده الهدف، نحب بعض، نحب بعض،
احنا بنختلف ليه؟ لان انا ليا كرامه او ليا غرض او ليا هدف او ليا حاجه اللي قدامي ما ادهنيش او انا عايز حاجه اكتر، عشان كده ممكن نختلف. لكن لو انا مش بدور على نفسي وبدور على المسيح وابديتي مش هعمل كده، هحب، هقدر انمو في المحبه وازيد في المحبه. والرب ينميكم انتم ويزدكم في المحبه بعضكم لبعض وللجميع كما نحن ايضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في الطهاره. فنعيش في طهاره قلب، في طهاره قلب، في لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في الطهاره امام الله وابينا عند ظهور يسوع المسيح مع جميع قدسيه. عشان يوم ما يجي المسيح يلاقينا في الوضع دوت، يلاقينا عايشين في طهاره وعايشين في ايه؟ في محبه. طب وده امتى؟ ما يمكن مش الزمن ده، الكلام ده مش على نهايه العالم. طب ما انا يوم بتطلب حياتي هي نهايه الايه؟ هي نهايه العالم. خليونا تخيلوا، قلت لكم انه قريت كتاب ولا مخطوطه بتقول ان نهايه العالم سنه 2018. الناس تنتبه وتقول يا وتقول ولا سنه تطلعوا وتقول ابونا قال النهارده كده، انا بقول كلام. الناس تنتبه لده لان احنا عايزين نهتم بالتواريخ. والتلاميذ كانوا كده، قالوا له هنا في، قالوا له متى يكون هذا وما هي علامه مجيئك، وحتى بعد القيامه قالوا له متى ترد الملك اسرائيل، قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات. بصوا بس على حياتكم ايه، اسهروا بس، ده اللي تعملوه. ليه؟ لكي ينميكم ويزدكم في المحبه بعضكم لبعض وللجميع، وعشان يثبت قلوبكم بلا لوم في الطهاره. ياريتنا نفتكر النهاردة نطلع بحاجة من الكلام ده، نفتكر الآيتين دول، إن إحنا محتاجين ننمو. طلبة بولس الرسول الكارز العظيم لولاده اللي تنفع تمشي على أهل تسالونيكي وتنفع على أهل كرونسوس وتنفع على أهل شيكاغو وتنفع على أمريكا كلها والأهل استراليا والأهل كندا والأهل مصر والأهل العالم كله، ولكل من يؤمن، إنه ينمو في المحبة بعضهم لبعض وللجميع، وان احنا تثبت قلوبنا بلا لوم في الايه؟ في الطهاره. ده شغلتنا، عشان لما يجي المسيح يطلبنا بكرا بعده 2018 2100 نكون دي الصوره اللي احنا نكون ايه؟ نكون عليها. لالهنا كل مجد وكرامه دائما ابدين.